مرحبا، معكم ماري عالم حبشة، مترجمة كاتبة ومدربة إدارية. موضوع فقرة تبس لليوم بيتناول نصايح لفترة التدريب بالعمل أو ما يعرف بالبروبيشن بيريد. كلنا منتذكر المرحلة الأولى اللي منعيشها بأي عمل جديد. هالمرحلة كفيلة بترك انطباع جيد أو سيء بصفوف اللي حوالينا. الخطوات المطلوبة اتباعها بفترة التدريب هي التالية: من المهم الحضور لمقر العمل بوقت باكر، كذلك التقيد بالدوام الرسمي. كمان فينا نذكر تدوين الملاحظات لتعرف كل الأمور الأساسية والمتطلبات المطلوب منك تحقيقها بالوظيفة الجديدة. تجنب القيام بأي تغييرات كبيرة مرتبطة بالعمل. المفضل التريس لاكتساب ثقة الآخرين وتثبيت نفسكم أولا قبل القيام بهيك خطوة. نقطة مهمة كمان بدي أنصحكم فيها، وهي حفظ أسماء الزملاء بالعمل، لأنه هالأمر بيقرب العلاقات وبيخلي الآخر يشعر بالألفة. بالنهاية تذكروا أنه مش مطلوب منكم دايما تكونوا الأفضل. الاستمرار بالتعلم والعمل على التطور الذاتي هو الأساس. بتمنى تكونوا استفدتوا اليوم من هالنصايح، وبدي أتمنى لكم بقية نهار ممتعة كيف ما قررتوا تمضوها، وترقبونا بنصايح جديدة. إلى اللقاء.